السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء السعادة على السكر الزيادة. عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. النهاردة يوم جديد وأكلة جديدة، أكلة شعبية تجنن. عارفين كده الصبح واحنا رايحين الشغل كرجالة أو ستات واحنا ماشيين كده دايما بنشم ريحة الفول والطعمية، فلافل كده والفول، بنشم ايه تاني كده؟ يعني أول حاجة طبعا بنكون قوية قوي طعمية وهي بتتقلي كده، وبعدين الفول، وكمان بقى بنشم ريحة المسقعة. ايوه المسقعه. انا النهارده جايبه لكم طريقه من طرق المسقعه. المسقعه ليها طرق كتيره جدا، اشكال والوان. انا النهارده جايبه لكم طريقه سهله قوي وحرشه قوي، وتاكل كده مع شويه جرجير وقرن فلفل اخضر وشويه عيش، حاجه عظمه العظمه. جايبه لكم المسقعه بطريقه سهله وسريعه، والطعم مفيش اسهل ولا احلى من كده. طيب اول حاجه على طول ندخل على المقادير. المقادير معانا زيت، ثوم مفروم، عصير طماطم، معجون طماطم وطماطم مكعبات، بتنجان رومي شرايح، فلفل حامي متنظف، فلفل رومي متنظف، بطاطس صوابع، ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره وخل. ومعانا كمان هنعمل عصير رايب بالنعناع والليمون. رايب الاكله دي بتحب قوي العصير اللي بقول لك عليه ده. ده اسمه عصير اللبن الرايب بالنعناع والليمون. هنحتاج لكوبايتين لبن رايب ونعناع فريش وعصير ليمونه، مكعبات ثلج وسكر وعسل نحل. بس كده. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض المسقعه، هنعملها بطريقه اسهل من السهوله، وعايزه اقول لك قد ايه هتكون لطيفه معاكي وهيكون طعمها حلو قوي. نلبس بس كده الجلافز ونقول ايه؟ ونسمي بالله ونصلي على الرسول. وبعدين ندخل على طول في الوصفه بتاعتنا، المسقعه. طبعا كلكم عارفين ان المسقعه اصلها مصري اطلاقا. المسقعه اصلها يوناني، اصلها كمان بلاد الشام، ما كانتش ابدا يعني ما كانتش بدايتها مصر. بصي بقى احنا هنعمل ايه؟ معايا كده طاسه على النار هنضيف فيها شويه زيت. احنا هنشتغل على طول، ما ضيعش وقت احنا ابدا. شويه زيت كده، شويه زيت حلوين. بصي بقى الزيت، هي المسقعه بقى بالزيت. يعني لازم كده عشان تيجي تعملي مسقعه تجيبي ازازه زيت حلوه، وده اللي ما بقاش مخليها دلوقتي اقتصادي. المهم اول حاجه بنكون مجهزين البتنجان. البتنجان بتنجان رومي عادي جدا، بتجيبيه وتقشريه وتقطعيه شرايح بالطول، لان البتنجان لما بتقطعيها بالعرض وبتبقى مدوره كده بتاخد معاكي زيت اكتر. لما تقطعيها شرايح بالطول وترشي عليها شويه ملح وتسيبيها في مصفى على الاقل 10 دقايق او ربع ساعه، بتلاقي البتنجان ما يشربش معاكي زيت كتير. تاني، ازاي يا ساره البتنجان عشان اعمل منه المسقعه ما يشربش زيت كتير؟ بجيب البتنجان الرومي الحلوه واغسلها كويس وانشفها، وبعدين ابتدي اقشرها لو عايزه، وبعد كده اقطعها شرايح طوليه. لما